لكن اصل الجواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كل عام حضرتك بخير يا رب. وانت طيب؟ الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين إن شاء الله. اتفضل. أول سؤال بالنسبة لزكاة الفطر، يعني إن شاء الله ما هناخدها حبوب يعني إن شاء الله، بس دلوقتي لو أنا مش عارف ناس يعني مثلا فقراء أو محتاجاها، هل يجوز ليا إن أنا أوديها لدور الأيتام؟ لا بأس، رز مثلا لا بأس. يعني إن شاء الله يكون رز مثلا أوديه لدور الأيتام يعني على كذا دار كده. جايز.